أن الجامعة لا صفة لها ولا لها قانوني أنها تحشر نفسها في هذا الملف. التنصيب ديالها اليوم كيعطي واحد كيعطي على أن كاينة نية مبيتة أن الملف يتأخر، لأنه الضحية دائما وأبدا هي محطة ابتزاز من طرف أشخاص معينة كي تتنازل على الحق ديالها. وحنا كنحييو الطالبة لأنه لحد الساعة ما قدروش أنهم يأثروا عليها باش أنها تنازل على الشكاية ديالها. هذا من جهة. كان تأخير النقطة الثانية وهو أن الدفاع ديال المتهم أنه في حالة مرضية، وبالتالي حنا لا نعارض في التأخير فيما يخص الدفاع باعتباره أنه مرض، وهذا حق من حق هيئة الدفاع. إذن هذا هو اللي كان سبب ديال التأخير الجلسة اللي غادي تكون 4/2 إن شاء الله، وكنتمناو على أن الملف غادي يكون جاهز آنذاك.